fait du montage, madame la présidente. فرصة كبيرة أنني خدمت في المهرجان الوطني للفيلم. كنتمنى أن يكون الناس عجبهم الحال. المهرجان هاد الإيديسيون كانت لي هي 23، كانت فرصة كبيرة للناس بحكم أنها كانت تغيير كبير. كنعرفوا جميع اللي بلي المهرجان كان كيتنظم في قاعة بوكماخ، ولكن هاد المرة كان شي حاجة اللي هي سبيسيال، كان في شابيتو في برج البارود، فكان تنظيم مختلف على اللي موالف، وكنظن أننا نجحنا هاد الدورة هادي في التنظيم، وكان أفلام قوية وأفلام زوينة بزاف، وكانوا مدعوين اللي عجبهم الحال حتى هما، فكنتمنى يكون حتى الناس والناس ديال طنجة عجبهم الحال. وكنشكر المركز السينمائي المغربي، كنشكر المنظمين، اللجنة المنظمة على هذا المجهود هذا، وكنتمنى أننا كل عام نزيدوا نتوفقوا في تنظيم هذا المهرجان. لي الشرف أنني شاركت في المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، في واحد العمل اللي هو فيلم طويل للمخرج المقيم بلندن فيصل بونيفا. التألق والحمد لله كنشوفوا بان هالدوره اللي كانت ناجحه من الحسن الاحسن، وكانت الحمد لله دوره متميزه، وكانت واحد الحضور قوي، كان حضور فنانين وطنيين ودوليين، وكان حضور معالي الوزير وزير الثقافه اللي كنقول له مرحبا بك في مدينه طنجه. ودائما كنلاحظوا بان المهرجان ديال طنجه بدا من الاحسن الى الاحسن، وان شاء الله كنتمنى له الدوره المقبله ان شاء الله يكون ممتاز وناجح. بالنسبه للتنظيم، كان الصراحه بالنسبه للافتتاح والاختتام كان في واحد الفضاء تاريخي في مدينه طنجه اللي كان في مارينا في برج الباب البارود، اللي صراحه كانت واحد الاسباس جيد، وكانت سواء التنظيم سواء ليسباس سواء كان كل شيء ممتاز في صراحة هالدورة. وكنتمنى المهرجان الوطني للفيلم بطنجة التألق والنزاح. تحياتي. كان حصل لي الشرف انني حضرت الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وهالدورة هذه كانت مميزة جدا بالتنظيم ديالها، كان تنظيم رائع، تنظيم غير مسبوق. وحضرت كمنتج لفيلم الموجة الأخيرة، إخراج لمصطفى فرماتي، والمهرجان الوطني كان في حلة جديدة، ولم الأفلام ديالو أن كانوا أفلام ممتازة جدا، أفلام كتحس أن الفيلم المغربي في تطور وازدهار، بحيث كاين فيه جمالية الصورة، فيه جمالية التيمة، فيه إخراج. كتحس أن السينما المغربية دارت خطوة كبيرة في المجال السينمائي. آخر دورة للمهرجان الوطني للفيلم كانت دورة موفقة تنظيميا، حيث لاحظنا هناك نقافزة نوعية في تنظيم، خصوصا حفلي الافتتاح والاختتام، يعني كانت هناك قفزة نوعية. بالنسبة للمحتوى، هذا أمر ليس متعلق بالمهرجان ولكن متعلق بالصناعة السينمائية المغربية ككل. يعني أنا بكوني متتبع للسينما المغربية شاهدت تقريبا جل الأفلام، وهناك مستويات متفاوتة، فهناك أفلام جيدة جدا ولكن تعد على رؤوس الأصابع، والباقي يعني لا زال هناك طريق طويل لهم للاجتهاد من أجل الوصول لتلك السينما المغربية التي نطمح إليها.